بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان الدين ولا لها أحبابته خيارته إلى وحن كبرينا دقائق أن نوجهنا عباده يكل فايديسي خير كي وناك أن كالفايديسين طبعا عوانك سيدنا المغلني التعليم الشرعي وأثره على إصلاح المجتمعات barashada diinta iyo raadku ku leeyahay horumarinta iyo hagaajinta iyo toosinta bulshooyinka kala duwan qaybta koowaad waxaan tilmaami doonaa daqiiqo aan wada joogno oo kooban ahmiyadda uu leeyahay cilmiga sharciyihi iyo barashadiisu fadliga ilaahay tiisa ku leeyahay oo quraanku siiyay iyo sunnaha nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam يا هذا الذي وناكسنا لجسوا جوريه سلف صالح سن وطرن سن هاي علمه وعباده حتى الصلاة عبادته هاي والصوم كعبادية هاي ويسكت عبادته هاي ويحج كعبادته هاي ويصدق عبادته هاي علمه نوع عباده علمه ودين يا نقل وحي الله لو قلنا وهذا oo Allah subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado waxa kamida barashada culuumta sharciiga ayaa kamida isaga barashada cilmiga ayaa si wanaagsan ilaahay adoon ugu noqonaysa lagu dhaqmaya oo loogu noolaanaya dhulka dushiisa ahkaamta sharciiga iyo qaadashadeeda cilmiga iyo barashadiisa ayaa culays oo dhan dadka kaga taga ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu waafajiyo حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي جوري النبي جوا حلاش شيء لبن نن عابدة أو الله سبحانه وتعالى أضانه هي نن عالمة أو علم جان هيرك جاري إلى لفت جا عالم كا أو متيستي بركاس النبي عليه الصلاة والسلام وحوري فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم fadliga iyo dheeraadka uu dheer yahay caalimku cibaadeystaha waa sidaan u kala duwanahay markaas rasuulku kaleey salaam wuxuu raaciyay ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka koonka ku nool iyo dhulka xataa quraanta gudkayga ku jirta xataa kalunku waxay amaanaan ama u duceeyaan dadka khayrka iyo wanaaga marka bara barashada culuumta sharciiga aqoon loo yeeshaa waa darajada labaad ee ku xigta nabinimada nabinimadu markay tahay darajada koowaad darajada labaadna waa cilmiga iyo markaa barashadiisa weeyey saa daraaddeed ayaa xataa sunnayaasha la sunaysanayo ayuu markaa ka fadli badan yahay barashada culuumta sharciga ah sababtu waxay tahay sunnuhu adigu ku kooban yahay adiga ku dhaafi maayo cilmigaad barato waad gudbinaysaa cid baad siinaysaa nafcigiisa ayaa ballaadhan عبادة نفعي يقولون أدونك الصبينة أيكو كوبية هي نبي عليه الصلاة والسلام وحاولي علمك فضل العلم خير من العبادة وخير دينكم الورع وخير دينكم الورع علمك فضلك أوليه هي سيقول نبي تلمام يا عبادة الله الصبينة السقا أياك خير بدن وحديث أي درجين تسمرك حسن طهي رغم كينا تأقوه نكسنين وحلال ميرتك وحي الله لو قلنا وهذا waxa kamid ah sida daraadeed cilmiga iyo dalabkiisa barashadiisa u socodkiisa u xereyntiisa raadintiisa ayaa kamid ah wuxuu nabi tilmaamay calayhi salaatu wasalaam man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilma sahala allahu lahu bihi tariiqan iljanna qofka mara waddo uu ku raadinayo barasho cilmigeeda xataa masale hadday tahay su-aal hadday tahay ilaahay wuxuu fududeeyaa dariiqa jannada maanaa cilmiga waxaa lagu helaa جنة لجوجارا وحنا وتلام عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نبي عليه الصلاة والسلام وتلامي قالوا مرتين سكوت ما دو قريك من قريه إلهي ومساجد ذي iyagoo qur-aanka baranaya waa cilmigii akhriyaya
سبعين آية إلى هديه جرتو حلقة علم قافر جدي سنة آية حسيلوني بكسو دكتا نحرستا الدبوشة ملائكتا حرية ريسا إلهي بايدا هذا الدوما حيقا إهيقا وإلهي صوبا هذا القادة حديث قوحة الله سعوتا قفكو تلكي مركو عمل كيسو لحرو تلكي وحبو ما قبطو والغتقيا تا وحشقين يا وحد قبصتي وي سداد راديد ولا ليال دينة إسلامكو وحكو تاقيا هاي أساسو براشد علوم تشرعيقا سينو تلماني إلهي وحلو قد وادو علمي يا مركا كمدا إلهي سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات إلهي سبحانه وتعالى حصروا قاضية كوة إيمانك له يكوة علمك اللسيين درجوين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلهي بلوغة مركعي ميسميهين كوة قونت له يكوان لهين إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحكا نرسون هذا عبادة لبتولي ماذا تدك علمك يا قونت له فاسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون تدك قونت له ويدية حديدا نقين نبي نوح التلمام عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ونبي التلمام عليه الصلاة والسلام قفك أبحى علمك يا الدلب كيسة وحكسك يا هاي جهاد بكسك يا هاي هلين كيلام على جهاد بكسك يا هاي إلا وكسر نقونا يوم جهادك حقا لغو موجيا جهادك شيطانك لغو دوليا جهادك نفتا داشا أو تعب يالتا علمنا واساسو كلوي وحولي هاي علمنا تعب بوبان يهي دال بوبان يهي شيطانك أيو دولينا يا وجهادك مركاسي حقا أيام مقانا يا ساسا نبو عليه الصلاة والسلام أطل مامي أهمية دي مركا أولي هاي حديثك ورسولك تلمامي من دخل مسجدنا هذا ومساجد النبي من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له وعنو تلم عليه الصلاة والسلام مساجدك عند صوقشة مساجدك يقن عند صوقشة سوء خير أبرتو أما أبرو وحلم ذيهي مجاهد كأوكلة تعلم لك إلهي أي المركا لمدي حاجة أجرك حاجة ثوابك والوجنة مركا جهاد كي مركا وليه عدا أوجشة عدا صلاة هينا ولمدي قف طاونا يوحنا مركا أو نلا هين وحنا بتلام عليه الصلاة والسلام وآثارت اللي قش يقدونه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث قفكم مركو دنتو عمل كيس أوقاء صدح ونموي صدح لا واحد كمدها أو علم ينتفع به علم لغا انتفاع أو كهرا عاد صدقة جارية صدقة صعوتة أو دراريسة أو قافتي أو كلا علم لغا فايدستو ولد صالحة أو أسود عيه مركا واحد كمدا وحيالها مركا عمل كقفكو كصعونا يو وجوكتدا كوية هاي علم مركا لغا فايدستو أي مركا يا مركا كمدا وقف دنتي أو نول ساسوكلي ويا قف دنتي او نول صدقه واساسوكله علم واساسوكله اوبد كن واساسوكله ادو دنتي او تغي ايو اجري ثواب مركا كو سكونيت مركا هليسا وحنا بتلا عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نبي تلام عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى علمك مطوب آيو أما ما قاد آيو سقو أدومها مركا كسيب آيو ولكن علمك وحلقو قبن آيو وعندما شد علماء أي تغيان حتى إذا لم يبقى عالم ضبطك أما حتى إذا لم يبقى عالما إنو عالم هارين أما ونرهيب تدكو حي السمايستان قار مضحة وانا قون لهين ووحلوي ديو وفتوضة علم لآن ويلومان ضد كنا ويلوميين. أبين كصاحب مغسل قار ميديا صوفر السنة يو دين تو عكس شيء جيّا. أكون دينه نال لاين. بعلكوا سبرتين على جرنين. هذا نساء وشيرة يا. أحكام شيء جيّا. حكم ردا يا. ومضى لومان يا. بعدي ويلة يا. نبرك قراعة يا. ياد مغلسا. وآخر زمانك نبي كور بيوي. آخر زمانك. وحمرك نبي كور نبي كسيوي. وعيسى من السنة يان. قار مركا أن أقول لهين
marka marka la waydiyo ayay iska fatoonayaan way lumayeen way lumeen wayna lumayaan ama waa lagu soo qorayaa taas waxaad arkaysaa oo marka baraha bulshada su'aalaha jawaabayo oo kala duugan dadal ehel oo ahayn munaasib oo ahayn dadkeega ahayn marka tilmaamaya kadib marka soo dheeganayo qofku si fudud aw iska soo dheeganayo aw oranayo halkaas lagu faafiyay waayay wala nabiga ducays waxa kamid ah Cali salaatu wasalaam ku ducaysan jiray اللهم إني أسألك علما نافعا وأعود بك من علم لا ينفع وحن كويديس علم وحترى وحن كان مغنقلي علمي مركا آن وحبتر ما كان مغنقلي دعوة بضان تاي نصوصة قرآنك يصنع نبي عليه الصلاة والسلام تلمامسة أهمية دي مركا يفضل دي مركا علم قوليه وحلق سوقوريا هذا العلم أبي طالب رضي الله عنه آذ مهيم وكو تلمام يو وكو قياح يو معاندة أوليه علمكو يقيمه ليه وحاولوا علم تلمامي مالك يا علمك إنه علمك مركا خير بدن يهي علمك وكو إلالينا يا لكن مالك هذا إلالينا يا سادة رادت إريك لدوغن باريك وريك سو قوري وحبرو أما بر أما دقيسو أما جعلو كشانات هنقونن كشانات هنقونن مد وحبرا يمد برتا يمد دقيستا يمد جعل كشانات هاي سكون قنن ساسة مركا أيها لجسوا جوريا مركا هذا لا مركا معاني دودو هي أما إسبر بني جيام با علم جيو يا عبادة دا إسبر بني جيام إلى رجل لجسوا جوريا هذه مركا باب علم يا إن أتبرتو أيها كهذا خير بدن أنت هذا الصلاة دود مركا إن أتكتو الإمام الشافعي رحمة الله عليه وحوري لجسوا جوريا ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم فرائض كذب wax ka fadli badan barashada cilmiga inaan marka una jirin ayuu marka ayuu tilmaamay al-imam shafi'i rahmatullahi alayhi ala marka uu naxariistay tabiicigu weyna ata ibn abi rabah ba marka wuxuu ahaa ragii cilmiga iyo aqoonta iyo loo daba fadhiye iyo ahaa nin kamida marka madaxdi muslimiinta ayaa marka kuyu soo galay maalintii fatwa la waydiinayo xaramka isagoo inabadiisi la wada marka ka jawaabayo ninaan marka muqaal badan iyo waji soo jiidasho iyo aan badan ka muuqanin laakiin cilmi saaw daraaya oo marka ayuu kuyu u galay ka weydiiyay waa ninka markaasi weeyay kuyu marka u galay su'aal weydiiyo markii wuxuu u dardaarmay wiilashiisi iyo inabadiisi wuxuu u dardaarmay inay cilmiga iyo aqoonta barashadiisa marka oo aad aragtay bay leedahay halkeen u galay oo aad aragtay kul halkeen u galay halkeen u istaagnay kuyugeen u galay aad iyo aad ayuu markaasi u dhiri galiyay ahamiyadda marka cilmigu leeyahay ay marka ay tilmaamaysa imaamki weyna oo kamid ah aymada xanaafta Alaaddin Samarqandi Samarqandi oo xulay kitaab la yiraahdo Tuhfatul Fuqaha ayuu leeyahay oo kutubta fiqiga marka kamida tilmaamaya meelaha loo noqdo marka fiqiga kamida imaamka kitaabka uu lahaa inana u dhalay ba jirtay loo yiraahdo Faadimo loo dhan jiray kitaabka xiftisanayd Tuhfatul Fuqaha bay dusha ka haysay matriga marka kitaabka ayaa xiftisanayd Alaaddin Samarqandi muftibo aha fotada markuu soo saaro waxa weey shaabadiisa ama saxiixiisa ayuu ku dhufan jiray kadibna saxaaxa labaadna waxay ahayd inantiisa ahay fatwada marka la fatwaanayo fatwada mu'tamadka ah oo magaalada ka soo baxda waa aynu ku saxaaxayay Alaaddin sidoo kale waa inay ku saxaantahay Fadima bintu Ala shaabadood markaa wayna ku taalo fadwaa sifatu mu'tamar ayay ahayd haddii kale waxay tahay baa dhiman ayay ahayd heerkaas uu ka gaaray waa waxa maleynaysaan inaan heerka gaadhay ragu dhan baa raadinaya raguna way daneeyaan meesha lagu sheego wanaaga iyo khayrka lagu sheego aad bay u daneeyaan talabada cilmiga ayaa u soo fadhiisatay kuyu si inanta ay u gursadaan waxa shardi lagaga dhigay tuhfatul fuqahaa ninka xiftisan ayuu baa inanta gursan karaa cilmiga marka ay heerku marka gaarsiisnaa qiimo u lahaa kadibna marka kaasani la yiraahdo oo sharxay kitaabkaana marka ku sharxay markaasi ayaa wuxuu isku dayay marka badaayic sanaayic fi tartiib ash-sharaayic oo kutubta fiqhiga muhiimka marka kamida ayuu qoray ninkaasa kitaabkii laga dhageystay hadii aan quraan iska dhageysano wax hadiis la iska dhageysto oo shaatibida la iska dhageysto qiraad marka la iska dhageysto ninkaasa kitaabkii soo fadhiistay kadibna kitaabkii oo dhameystiran ayuu ka baxay kadib inantii baa la siiyey inantii ayaa la siiyey sidaas uu ku guursaday cilmiga iyo qiimaha marka uu siiyey
ayuu markaa ku helay inuu helo inanta uu gursado kadibna kitaabkii sadogii waa ka sharxay wuxuu ku sharxay kitaabka la yidhaahdo Badaa'i Sanaa'i fii Tartiibi Ash-Sharaa'i ayuu markaa ku sharxay waxaa ku soo kordhay reerkii fatwa saddexaad baa ku soo kordhay magaalada la yidhaahdo Samarqand haddii la yidhaahdo waxaa hore uga bixi jirtay fatwada uu qoro Calaaddiin iyo Faadimi Tucaalaa kaasaana uu caalimaha ku soo kordhay waana saddex saax yeelatay fatwadu saddex saxeex waa inay yeelato waa odaygii iyo inantii iyo inankii sodoga loo ahaa saasi markaa fatwadu markaa muctamad markaa ku noqonaysaa cilmigu qiimahaasu markaa leeyahay qiimaha ayuu leeyahay markaa haddii la yidhaahdo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto cilmi iyo hadday noqoto arrin kale markaa lagu helo ayuu leeyahay markaa cilmigu saa daraaddeed waqtigan aan ku jirno aynu taaganahay oo aakhiru zamaanka ah oo laga digay waxa aada u muhiima maadaama cilmigu leeyahay qiimaha uu leeyahay oo qur-aanka iyo sunnaha iyo hadalladii markaa ummaduba sidaa markaa ay u tilmaameen ahmiyaddana markaa uu leeyahay inaynu dadaal gaara markaa inaynu siino waa mid lagama maarmaana fawaaidku leeyahay cilmigu lama koobi karo waxa ugu muhiimsan fawaaidka ka mid a inaad ilaahay ku garato ood ilaahay addoon ugu noqoto ayaa markaa ka mid a waxaa ka mid a fawaaidkiisa fawaaid aakhiro inaad janno ku hesho cilmigii aad baratay iyo aqoontaad heshay inaad janno ku hesho ayaa markaa muhiima oo ajrigiisii uu kuu soconayo oo markaa aanu go-aynin waxaa fawaaido ku sugan qofkii cilmiga bartay inuu darajada labaad inuu yahay oo ambiyadii uu ku soo xigo markaasi nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay markaa ambiyadu inayna dirham iyo diinaar ayna ka tegin wa innamaa warathu lcilm inay dhaxalka uu ahaa inuu cilmiga markaa inay dhaxalsiiyeen ayaa markaa aad muhiim ahayd markaa barashada culumta sharcigu aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxayna dhegaysanaysaa waalidiin fara badan hooye iyo aabbaba leh oo kala dugan oo abtile oo adeer leh waxaa lagu badbaadi karaa jiilalka hadda aan ku jirno lagaga saari karaa waxyaalo fara badan oo taagan inaynu barno oo aqoon u yeeshaan culumta sharciga inay aqoon u yeeshaan aqoonta kalena waa loo baahan yahay macnaheegu maa inaan loo baahnay laakiin inaan kula dadaalo ubadka inaynu dadaal gaara u siino barashada culumta sharciga iyo meelahayga markaa inay tagaan hadday tahay masaajidada hadday tahay macaahidda hadday tahay jaamacaadka meelaha lagu barto inay markaa ay tagaan baa markaa muhiima weliba waxaa aada u muhiima waqtigan aan ku jirno qofka daalibulcilmiga inuu isku darmo isku daro cilmiga xalaqaadka ee muhiimka iyo cilmiga akaadimiga inuu jamciyo waa lagama maarmaan mid kastaaba xasanaad buu leeyahay wax wanaagsan buu leeyahay masaajidkuna xasanaad buu leeyahay oo wanaagyuu leeyahay jaamacaadkii akaadimiguna xasanaad bay leeyihiin qofka wanaagsanina waa ka labada xasanaba qaata xasanaadka marka akaadimiga iyo xasanaadka xalaqaadka labadaba ka qaata markaasi weeyey ma jecli inaan saaxiibaday waqti dheer ka qaato waxaa idin baraarujin aan idinku baraarujinayo cilmiga iyo fadliga uu leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu noqonno kuwii iyaga iyo ubadkooga iyo ubadka ubadkooguba ku dadaala inaynu marka aqoon yeelano culumta sharciga ah sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.